مرحبا فيكم في ترند. نشر الحساب الرسمي للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية عبر منصة إنستغرام مقطع فيديو مؤثر وتفاعل معاه كافة الشعب البحريني، وهو عبارة عن رسالة من أيتام وأرامل مملكة البحرين موجهة لسيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. كل شخص عبر عن شكره وحبه وامتنانه بطريقته الخاصة. خلونا نتابع. قال لنا ممكن أصغر لما كبرنا الأب الثاني من بعد وفاة ثاني أبونا رحمة، ويعني بيكون شعوري غير عن يعني بيكون مشاعر مختلفة وكذا. يعني أشكر جلالة الملك الأب الحنون والعطوف على العيال، وأشكر الشيخ ناصر على رعايته حق الأيتام والأرامل. وهو أبونا، وهو ملكنا، وهو تاج على رأسنا. أشكر جلالة الملك لأنه هو اللي سوى لنا المؤسسة وسوى لنا الأكاديمية وما قصر علينا على ولا شيء، يعني كل شيء نبي يسوي لنا. يعني ما شيء قصر عليهم، كل شيء يعني ما حسوا فرق أبوهم، يعني في سند لهم. الله يطول عمره، ما قصر أبو سلمان. أنا فقدت أبوي لكن هو صار بمثابة أبو ثاني حقي، الأب الحاني اللي كل يوم لما أشوف صورته أقول أنا على قد الوعد، أنا بكون على قد الأوعد، أنا بكون عند حسن الظن. خاطري أشوفه وخاطري وأحبه واجه وحبه، خلانا أشتهد في حياتي في مدرستي. في إنجاز مشرف لأبناء مملكة البحرين، فازت المعلمة حورية العالي بالمعهد السعودي البحريني للمكفوفين بالمركز الأول في مسابقة أبناؤنا قراؤنا اللي جاءت في دورتها الثانية لعام 2021 عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وبتنظيم إذاعة القرآن الكريم بإمارة الشارجة بلولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وبالتعاون مع مؤسسة الشارجة للقرآن الكريم والسنة النبوية. شارك في هذه المسابقة أكثر من 1900 متسابق في جميع أنحاء العالم، وشهدت تنافس المشاركين على تلاوة كتاب الله في مقاطع مرئية تم تحكيمها من قبل لجنة متخصصة، وبفضل الله وتوفيقه حققت حورية الفوز والإنجاز المشرف لمملكة البحرين. وما زلنا مع أخبار مملكتنا اللي تصدرت المواقع الإخبارية اليوم. خبر تحقيق جامعة البحرين المركز الثالث في مسابقة دايثلون الطاقة الشمسية الشرق الأوسط بعد منافسة مع 8 جامعات عالمية، والمركز الثاني في إدارة الطاقة بعد الصين اللي حصدت المركز الأول. المشاركة في هذه المسابقة عبارة عن تشييد منزل ذكي يعمل بالطاقة الشمسية في مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بالتزامن مع إكسبو دبي. هذا الإنجاز المشرف وضع البحرين على الخارطة العالمية للإبداع والابتكار، ويعد حافز وداعم للاستمرار في تسخير القدرات العلمية والعملية وتحقيق المزيد من النجاحات الخلاقة في كافة الميادين والمسابقات الخليجية والإقليمية والدولية. ومن منصة تويتر تصدر مقطع فيديو مئات آلاف المشاهدات، وأطلق عليه رواد المنصة عنوان ضربة الجولف المستحيلة. المقطع وثق ضربة جولف شبه مستحيلة وتتطلب إلى مهارات وتكنيك عالي لتسديد هذه الضربة. خلونا نتابع.
وما زلنا في منصة تويتر حيث تصدر مقطع فيديو أكثر من 2 مليون مشاهدة لرجل بريطاني يدعى هنري تيمري مانزن، قام بعمل بطولي وخاطر بنفسه وباستخدام سيارته في سبيل إنقاذ امرأة كانت مصابة بحالة إغماء أثناء القيادة. الحادث صار لما بدت السيارة اللي تقودها المرأة بالانحراف عن الطريق بشكل مريب، مما جعل الرجل يقوم بمتابعة السيارة وإيقافها وإسعاف السائقة. رواد منصات التواصل الاجتماعي أشادوا بالعمل البطولي والإنساني اللي قام فيه هنري. خلونا نتابع. من الأخبار اللي تصدرت قائمة الترند عبر المنصات، خبر بيع وثيقة علمية كتبها عالم الفيزياء أينشتاين بين عامين 1913 و 1914، وتم بيعها بمبلغ 11 مليون يورو في مزاد أقيم بباريس. هذه الوثيقة مكونة من 54 صفحة، وهي عبارة عن مخطوطة تضم حسابات معادلات رياضية قام بها العالم أثناء محاولته صياغة نظريته النسبية اللي تم نشرها عام 1915. عملية البيع في دار المزادات حطمت الرقم القياسي لبيع وثيقة علمية موقعة، وإلى الآن لم يتم الكشف عن مشتري هذه الوثيقة. وبهالخبر نكون وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم، وقبل أن نودعكم ندعوكم لزيارة قنواتنا التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة في الشاشة، وتقدرون تتابعون باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق BHTV and Radio. نتمنى لكم إجازة أسبوع سعيدة. مع السلامة.